مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية، وأبدأ هذا العرض ببرقية تهنئة من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى نظيره الرئيس الغيني والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ألفا كوندي. هذا نص السيد الرئيس: أخي الغالي، إن الاحتفال بالذكرى 59 لاستقلال بلدكم الجميل الذي يصادف 2 أكتوبر يسمح لي الفرصة بأن أتقدم باسم الشعب التشادي وحكومتي وباسمي الخاص بأحر التهاني والتبريكات. كما أنتهز هذه الفرصة لأشيد بالعلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متمنيا لكم مزيدا من الصحة والعافية لسيادتكم ولأسرتكم الكريمة. إدريس ديبي تنو، رئيس الجمهورية، رأس الدولة.